نعم فوزي، يعني ساعات أو دقائق قليلة وتنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤتمر الشباب في نسخته 7، والذي وصل قطاره إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هناك حالة من الترقب والاستعدادات الآن تجرى لانطلاق المؤتمر كما هو مقرر في الساعة 5. لن أضيف عن ما أضافه زميلي علاء رشوان في تفاصيل انعقاد المؤتمر، ولكن اللافت هو دورية انعقاد هذا المؤتمر، وأيضا ما يخرج به من توصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع. هناك 7 نسخ، هذه هي النسخة 7 من مؤتمرات الشباب، 120 ساعة عمل، العديد والعديد من التوصيات خرجت وتم تنفيذ. يلي ما يلي كل مؤتمر يتم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. لكن ما هو الجديد التي تحمله النسخة 7 من مؤتمر الشباب؟ ربما سؤال أتوجه به إلى ضيفي هنا الأستاذ عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي أحد الأطراف المشاركين الأساسيين في مؤتمرات الشباب وفي المؤتمر 7 للشباب. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك. ما الجديد الذي يحمله المؤتمر هذا في دورته هذه يا فندم؟ طبعا مبدئيا احنا سعداء بوجودنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة رسالة بيبعثها منظمي مؤتمر الشباب، ان من أسوان لشرم الشيخ للقاهرة للعاصمة الإدارية، ماسة العاصمة الإدارية الجديدة، يعني بنبعث برسائل حياة ان العاصمة يعني تترقب ضيوفها وترحب بضيوفها، ويعني تبقى انطلاقة قوية ان شاء الله، ان احنا نشوف يعني الجهاز التنفيذي والمؤسسات الدولة كلها العام القادم في العاصمة الإدارية. طبعا وجودنا في كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر 7 ده احنا طبعا مش ضيوف على المؤتمر، احنا بشكل مستمر بنشارك بصفة دورية داخل المؤتمر، يمكن موجودين النهاردة بمجموعة في نموذج محاكاة الدولة المصرية، مترقبين كلنا ومنتظرين مبادرة يعني القيادة السياسية حياة كريمة لي يعني الارتقاء بأهلنا في القرى الأشد احتياجا ويعني شرائح المجتمع الأشد احتياجا. أنا متوقع يعني أن المؤتمر سيخرج بتوصيات قوية، وكما هو معتاد توصيات تطبق على أرض الواقع. وهاخد كلام من حضرتك لما أنت قلت أن المؤتمرات دي مش بس مؤتمرات بنحضرها وخلاص، لكن فيها توصيات، والتوصيات دي بنشوفها حقيقة موجودة، زي يمكن قوائم العفو عن الشباب المحبوس، زي مبادرات الكتيرة اللي طلعت 100 مليون صحة، البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الأفريقي على القيادة. النهاردة في مجموعة من شباب أفريقيا اللي دخلوا هذا البرنامج هيتم تخريجهم النهاردة، وهنشوفهم وهنلتقي بيهم وهنشوف هم تعلموا إيه. يعني أعتقد أنها رسائل عديدة جدا هتنطلق من المؤتمر 7 للشباب. اللي انا شايفه النهارده في البهو النهارده ان شباب من مختلف المحافظات المصريه، يعني اصبح مؤتمر الشباب ذو طابع وذو علامه، بيحظى باقبال الشباب، بلفت انتباه الشباب. من وجهه نظر حضرتك ايه اللي خلى المؤتمر ينجح ويكون فيه اقبال من الشباب من مختلف المحافظات ان هم يحضروا المؤتمر النهارده؟ طيب انت قلت سؤال مهم، لان في المؤتمر الاول كانت يعني هناك مخاوف عديده جدا، الشباب يعني كان بيقول زيه زي غيره وهنعمل ايه وايه الجديد اللي هيطلع. النهارده بنشوف اقبال، ده معناه ان الصوره الذهنيه عند شباب مصر في مختلف المحافظات اتغيرت، لما بيشوفوا مؤتمر حقيقي، لما بيشوفوا تواصل حقيقي ما بين مؤسسات الدوله وما بين الشباب، بيتناقشوا بيتحاوروا بيختلفوا بطرح وجود السيد رئيس الجمهوريه. بوجود طبعا يعني السيد رئيس الجمهوريه، طبعا هي مبادره كريمه بالمناسبه، يعني واطلاق المؤتمرات الشبابيه كانت بحس من السيد الرئيس انه لازم يستمع بشكل مباشر لشباب مصر. بنشوف النهارده في العاصمه الاداريه كل المحافظات، بنشوف كل يعني الطبقات، بنشوف المثقفين السياسيين الاجتماعيين الرياضيين، كل طوائف الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب موجودين النهارده في المؤتمر. يعني الاقبال الكبير، وانا برضو يعني انا محمل برسائل ان الشباب يتمنى ان تكون هناك العديد والعديد من المؤتمرات، لان كل شاب محتاج ان هو عايز يشارك. فبالتالي احنا النهارده لما نشوف ده موجود يبقى دي تغير في الصوره الذهنيه عند الشباب. انطباعات الشباب اختلفت كثيرا عن المؤتمرات الشبابيه، احنا ما بنجيش نحضر وخلاص، احنا بنيجي بنشارك بفاعليه، بنستمع للرؤى بشكل مباشر. بالمناسبه برضو في حاجه مهمه، يمكن احنا بنشوف من السيد الرئيس يعني قرارات واخبار وتفسيرات لقرارات كتيره جدا بتطلع، فبالتالي ما بقاش في شيء
النهاردة بيخفى على الشعب المصري، أو إن الرئيس أو مؤسسات الدولة بتحاول أنها تخفي شيء. بالعكس، الشفافية موجودة، الوضوح موجود، الصراحة موجودة، وده شيء كنا بنفتقده خلال الفترة اللي فاتت. سؤال بقى لعمرو درويش، بعيد عن منصبك في تنسيقية أحزاب الثورة، تنسيقية الأحزاب، النهاردة إحساسك إيه وأنت بتشوف النهاردة الشباب نسخة 7 بتقام لمؤتمر الشباب؟ يعني إحنا توقعاتنا إن هيبقى مؤتمر كل سنة كل سنتين مرة، نظرا للانشغالات والحالة اللي بتمر بيها، التنمية اللي بتمر بيها الدولة المصرية. النهاردة انطباعاتك إيه النهاردة الشخصية وأنت بتحضر ده وسط الشباب؟ شايف الأمل اللي موجود وسط الشباب؟ شايف العزيمة والطموح اللي موجود في وسط الشباب دول اللي جايين من محافظات بعيدة عشان يحضروا مؤتمر زي ده؟ طب أنا برضو مش هقدر أنفصل عن التنسيقية، لأن أنا عضو من التنسيقية وبتشرف إن أكون موجود، وإن عايز أقول لك إن النهاردة في وفد كبير جدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشارك في المؤتمر النهاردة. لكن الانطباع يعني حالة كبيرة جدا من الثقة في شخص رئيس الجمهورية وفي مؤسسات الدولة، والكلام ده احنا مش بنقوله خلاص، احنا ومش بنقوله من غير يعني مقدمات، بالعكس في مقدمات كتيرة جدا. انا متفائل جدا بان مبادرة حياة كريمة هتنطلق النهاردة بشكل قوي زي مبادرة 100 مليون صحة بكرة ان شاء الله، يعني هتنطلق، ما هو النهاردة هيبقى في اطلاق المبادرة وتنطلق من بكرة، يعني الاعلان والانطلاق من بكرة، زي 100 مليون صحة، زي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يعني كل المبادرات اللي طلعت من مؤتمرات الشباب يعني احنا بنشوفها امر واقع. احنا جايين النهاردة في شبكة طرق في منتهى الروعة، يعني في حاجات كتير جدا بتتحقق على ارض الواقع، محتاجين بقى ان احنا ننقلها من خلال الاعلام الوطني المحترم، من خلال الشباب المشاركين، من خلال مؤسسات الدولة، ان الشارع اللي ما بيحضرش تنقل له بشكل مباشر اللي بيحصل في أروقة مؤتمرات الشباب. يعني عايز أقول لحضرتك إحنا مشاركين النهاردة، لكن بقالنا أكتر من أسبوع أو أسبوعين بنحضر أوراق عمل، والزملاء اللي هيشاركوا في نموذج المحاكاة بيحضروا أوراق عمل. مشاركتنا في حياة كريمة يعني مجهود طبعا، ولا يعني ننتقص من مجهود البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة، يعني خلايا نحل شغالة، طاقات شبابية كبيرة جدا في كل المحافظات. أنا مش بكلمك بس على القاهرة أو المحافظات الكبيرة، لكن في كل المحافظات من اسكندرية وأسوان ومطروح واسماعيلية ووجه بحري ووجه إبلي، كل المحافظات. يعني هذا التفاعل اللي احنا بنشوفه كشباب سياسيين في هذه المؤتمرات، أقول لحضرتك إن إن شاء الله بإذن الله، وأنا بكلمك بمنتهى الصراحة، هتشوفوا أجيال من الشباب في الأجهزة التنفيذية وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي كل المجالات، إن شاء الله بإذن الله هيغيروا وجه مصر الأفضل بإذن الله. إن شاء الله. متشكر ليك أستاذ عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متشكر ليك عمرو، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أكيد إحنا مستمرين معاكم النهاردة وبكرة كلها دقائق قليلة، وهنسمع صوت الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية والكثير من الوزراء المعنيين اللي ابتدوا يحضروا الالقاء منذ تقريبا ساعة لحضور فعاليات النسخة 7 من مؤتمر الشباب، والذي يقام من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة، في إشارة مثلما يشير مراقبون إلى قدرة المصريين على التحدي واجتياز الصعاب يعني تحقيق أكبر إنجاز في أقل وقت. بالتأكيد مستمر معاكم، أعود مرة تانية أخرى إلى زميلي فوزي جاد الله وهذه التغطية الحية من قناة النيل من العاصمة الإدارية الجديدة للنسخة 7 من مؤتمر الشباب. شكرا جدا من العاصمة الإدارية الجديدة الزميل محمد عبد الله.